مساء الخير والسلام عليكم. معكم حمادة من قناة راوي ستوريس، وفي الفصل الثالث أو الجزء الثالث من سلسلة وادي الدماء، الموسم ديالو الأول. فاللي بغيت نقول لكم في البداية أن هذا الفصل هو اللي غادي يكون هو الأخير، وهذا الفصل غادي يكون مقسم على جوج أجزاء، يعني الجزء الذي تسمعوه دابا والجزء الثاني اللي غادي يكون غدا إن شاء الله في نفس التوقيت مع 11 ديال الليل، وهو اللي غادي نختتموا به هذا الفصل الاول او الموسم الاول من سلسله وادي الدماء. واللي بغيت نقول لكم ان الموسم الثاني من وادي الدماء غادي تكتشفوا وغادي تعرفوا احداث قويه وقويه بزاف، وغادي يكونوا مشتركين معنا بزاف ديال الناس في هذه السلسله، ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تتبعوا معنا هذه السلسله من الموسم ديالها الاول حتى الوقيته اللي نديروا نزلوا لكم فيها الموسم الثاني. فاللي بغيت نقول لكم قبل ما نبداو القصه، كنتمنى انكم تدخلوا وتشتركوا في القناه ديال اسرار موح اللي تهاكرات هذه واحد ثلاثه الايام. نتمنى انكم تدخلوا عنده تما كاين وتشتركوا عنده، وكنعتبره من اروع واحسن مقدمين القصص الصوتيه على الاطلاق. فالقناه ديالو مشات له ان شاء الله، نتمنى انكم تدخلوا عنده، غادي تلقاو القناه ديالو تحت الوصف هنايا في الوصف عفوا، واشتركوا عنده. كنتمنى من كل قلبي انكم تشتركوا عنده، وهو اللي مشترك معنا في هذا السلسلة، هو اللي غادي يكون لعب الدور إبراهيم. فما نطولش عليكم، يلا نتلاقاو من بعد. وادي الدماء، الفصل الأخير من الجزء الأول. استيعاب محمد للأهداف الحركة وانضمامه للخالة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبابنا الكرام؟ كيف شفتم متابعينا الأعزاء؟ محمد والدرس الصدالة الزغبي تقول خرجت فيه دعوة. وباش نرجع معكم للأحداث، محمد في الفصل الأول مشى للغربة وكل طموح بغي يرجع ويعاون باه وخوته اللي كان أملهم كله مبني عليه. لكن محمد نسب لي الاتحاد الاوروبي كامل ماشي جنة، كاينة طريقة للعيش، شريت تاكل كريت بات، هذا هو القانون السائد تما. ومن اللي تعرف على شاهيناز نسد دنيا وما فيها، ولكن القدر اصر باش ينزل دموعه ويقريه حروب الدنيا، الزنقة والغربة ما يعيش فيها غير اللي راجل. محمد حاليا في ضياع، راحت شاهيناز وتشرد هو ومات صاحبه وقطع الاتصال بحبابه. وفي نهاية الفصل هدرت معاه واحد السيدة في الربعينيات من عمرها، شكون هي وشنو جابها ليه؟ تابعوا معنا أحداث هذا الفصل الثالث لتكتشفوا جديد المفاجآت. واش ماشي من حقي نرتاح في عشقي، فرحة برزقي كيف كيف الناس، واش حدي في الدنيا نرضى بالكيا، صافي قلبي عيا ما يقول لباس، واش الدنيا واش ديما نخلص كاش، إلا مكمل هكذا ما بقى ميتاج، الحب ولا غير كلام أسطورة وحلام داروا في الأفلام لساد تجيب حالي، الحب للناس الشي ماشي لي أوليك، فم الله يخليك يا قلبي الغالي، واش يا دنيا واش دي ما نخلصتاش، إلا مكملة هكذا ما بقى ميتاش، واش يا دنيا واش دي ما نخلصتاش، إلا مكملة هكذا ما بقى ميتاش، آه واش بيدي نقول لح ولا لحول، إلا بكيت سيول من عيني تجري، آه الناس تخون عندها الفلول، كان الله في العون وزاد في صبري، واش يا
دنيا وين. عارف 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 عارف، ما كرهتيش انت اللي تغني في بلاصتي؟ عندك شي الحان كتعطيهم لي في الكرش؟ ما نقولكش كل الناس هادو اللي فايتين منا يسمعوك. كرهنا قرشنا شويه فلوس. صبري معايا صبري معايا، ما بقناش بزاف. ايلي في خاطري في داك الطاجين. اي والله غالب ما عندي لا هوايه لا غنى مسجد لا رقص لا اي حاجه باش نعطي بها للناس باش يشوفوا فيا ويعطوني شويه فلوس. راكي كتسمعي وجالسه وصابره معايا، جالس وكنستنى الناس كاش تعطينا شي انورو دو اورو نقضيو بها. ايوا معليش. اي 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 العربي اون فصليه ريستو قداش طواجن اللي كيديرهم، شي حوت شي مشوي شي طاجين لحم طاجين دجاج طاجين الحوت، ولكن بالحق كيسالي خديت منه المره اللي فاتت ساندويتش ولكن بقات له جوج اورو ما عطيتها فلوش. يعني انا جالس هنا انفص ليه، يمكن قلبه يحن عليا ليرمي لي داك الشايط عندهم نقضي به وصافي. ولكن في خاطري اليوم في داك الطاجين، نشوف شحال جمعت اليوم. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، أوف باقي ناقصت لي جوج أورو. ديجا هو كيتسالي جوج أورو، كيفاش غادي ندير؟ إلا مشيت عندو غادي يقول لي خلصني، نصدق نقص من ثمانية أورو جوج أورو غادي تبقى لي ستة أورو، غادي يبقى لي داك الساندويتش اللي كناكلو ديما. أي صبري معايا غير صبري 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 صبري. دابا ربي يفرج دابا ربي يفرج. ومقبيله وهي كتشوف فيا ديك الزغبيه عيت ما نميك عليها، ولكن عينيها في عينيها. لا 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 فيق 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 محمد فيق فيق محمد، وحده بحال هذيك غادي تشوف فيك انت وخا كاع نكون محمد القديم غادي تشوف فيك وحده بحال هذيك. فعلا مرا كبيره ولكن بوقوصه تيتيزه كما يقولوا لها. اواه تبالي راه جاي لعندي، ياك مانيش انا راه جاي لعندي. يا ربي يا ربي يا ربي. دابا دابا ركز ركز هبط راسك لتحت ما تشوفش فيها، خلي تدوز الامور مزيانه، يمكن راك شفيتها وراك شافتك كتحسب الفلوس وراك باغي تمشي تشري طاجين وكتشوف هنا وهنا، يمكن باغي تزيد لك دوك جوج اورو تيتغدى. صافي ركز حضر عينك حضر عينك محمد الارض وخليها تعطيك الفلوس وتمشي وروح كل الطاجين ديالك. رأيتك من بعيد. عربي أنت أليس كذلك؟ أنا لست بعربي. في شوارع فرنسا يتم جني المال بطرق جميلة مثل العزف والرقص والمواهب واللوحات الفنية، إنها بلد الفن والفنانين، لكن أنت تكتفي بالجلوس مثل ما يفعل العرب. وهناك أمر آخر، ملابسك الثقيلة والمتراكمة توضح أنك لم تتأقلم مع البرد القارس هنا، يبدو أنك لاجئ أو ما شبه. أنا قلت بحال هكذا، خفت خفت الصراحة أنها تكون دوك الناس اللي كيجمعوا الناس اللي ما عندهمش الهوية وما عندهمش الوراق ويرجعوهم للبلاد، داكشي علاش نكرت. لكن هي جاوبتني بواحد الإجابة اللي خلعتني وصدماتني وفكرتني بيوشاع. إذا انتهيت من هذه الطريقة الوضيعة في جني المال فاقرأ هذه الورقة. سلام. وناضت من مكانها، أنا ندخل للشك يكمل المنظمة عرفت بلي قتلت يوشاع وصفتو لهذه بلاصتو. يا ربي فين ما نمشي كنلقاهم يا ربي. مشات وخلاتني وخلات ديك الورقة، الصراحة ما لفتاتش الانتباه ديالي لأن حدا ديك الورقة كانت واحد الورقة أخرى 100 أورو. الصراحة نسيت ديك الورقة اللي عطيتهاني وما عرفتش شنو مكتوب فيها، كمشتها ورميتها في جيبي. هزيت ديك 100 أورو وبقيت كنشوف فيها وبقيت كنشم فيها،
تعرفوا شنو هي 100 اورو؟ انت ما خدام ما والو، وانت بامس الحاجه انك تجمع 10 اورو باش تاكل داك الطاجين اللي في خاطرك فيه. دابا جاتك 100 اورو، ناكل 10 طواجن. هزيتها ومشيت ديريكت عند الهربي. اشوف اولدي الله يرضى عليك، الا جاي تاكل بالكريدي عاود فرحنا كاع مغلوبين علينا، رحنا كاع في غربه وحده، عندي ولاد ومصاريف. الله يا ودي، انا جاي غير نخلصك وناخذ من عندك شي طاجين. طاجين كاع وهي ترفيتي مع راسك. اه سيدي هاك. مئات اورو، تفضل تفضل تجلس هنا ولا لداخل؟ اودي فين ما كان غير جيب لنا شي طاجين، ولا نقول لك جيب لي جوج طواجن. عبد المنعم، عبد المنعم، واش شاف واحد جوج طواجن هنا؟ ما قلتليش طاجين ديال الحوت ولا اللحم ولا الدجاج؟ تعرف شنو، جيب لي واحد اللحم وواحد الحوت. عبد المنعم، واحد الدجاج واحد حوت هنايا، ما تعطلش. داكو واحد 15 دقيقه غادي يكون عنده. هانتا طاجين ديال الحوت وهو طاجين ديال اللحم، بالصحه والراحه. شكرا الله يسلمك. يا بشحال ما كليت هاد الشيء هذا. ايه في البلاد كانت الخواذريه ديما كانت كتصاوب لي وتحط لي وتجيبوا لي تال عندي، هاكي شي طواجن الحوت، كي شي طواجن اللحم. الله توحشتكم توحشتكم. كملت الماكله ديالي، ولكن ما نسيش دوك الناس اللي كيكونوا معايا كيطلبوا لاجئين، شي من سوريا شي من فلسطين. جمعت لهم شويه ماكله وفرقتها عليهم. ومن بعد داك اليوم طويل كملت من جمع الفلوس ورجعت لمكاني في هذاك الكرتون اللي كنعس فيه ديما. جلست وكنت كنجمع دوك الفلوس الضعيفه اللي كانت كتعيشني. كان بجنبي بزاف ديال الناس كانوا مثلي متشردين، لكن ظروفهم كانت متشابهه. هما اصلا فرنسيين واجانب اخرين عندهم اوراق ولكن متشردين، ماشي كيفنا حنايا اللي مرينا في ظروف صعيبه وفي بلاد غريبه. كلهم كانوا كيشربون وكيلعبوا القمار، حتى جا داك النار وفلسوا فيه وجاو ريحوا حدايا. هنا في هاد اللحظات تذكرت ديك الورقه، جبتها وحليتها، لكن كان مكتوب فيها واحد الكلام غريب، وهاد الكلام اكيد ان له معنى. هاد الكلام كان عبارة عن لغز أنه لازم عليا نحلو، وكان الكلام عبارة عن قصة خيالية، لكن أنا متأكد أن الكلام له معنى، والكلام موجه لي أنا. الكلام كان كالآتي: ثلاثة رجال خير وثلاثة رجال أشرار، تقاتلوا فانتصر الخير، ثم أتوا ستة من رجال الشر وقتلوا رجال الخير انتقاما لثلاثة رجال من الشر، ثم أتت ستة كتائب من الخير، في كل كتيبة ثمانية رجال انتقموا لثلاثة رجال من الخير. كلام كان محير بزاف. بقيت كندخل المحلات وكنسألهم، وما بينهم داك المحل اللي كنت كناكل عنده ديال العربي. سألته وقلت له إذا كانت شي أسطورة قديمة كتتكلم عن حرب صارت بين الخير والشر، لكن كلهم كانوا كيجاوبون بلا. جلست أسبوع كامل وأنا كنحاول نحل هاد اللغز، لكن ما قدرتش، حتى لدرجة أنني كتبتها في واحد الكرتون وحطيتها قدامي وكتبتها للمرة اللي كيفوتوا، يمكن لعل وعسى يلقاو لي الحل، لكن بدون جدوى. هنا تذكرت جاهينار. آخ منك يا جاهينار، كان ممكن أنك تساعديني كون كنتي معايا، لكن خذلتيني ومشيتي عليا وكذبتي عليا، تركتيني بوحدي وسمحتي فيها. وفي يوم من الأيام كنت جالس على الرصيف بنفس المكان ديالي كيف ديما، كانت واحد البنت صغيرة كانت مع امها. الام ديالها كانت كتكلم في التليفون وما كانتش منتابها لبنتها اللي كانت غادية وكتقطع في الطريق. في الجهة الثانية كانت واحد السيارة غادية وكتقترب من البنت اللي بالضوء ديالها غادة وكتقطع في الطريق. انا فقت من السرحان ديالي، نط مشيت نجري عند البنت، مسكت يدها وجريتها لعندي. السيارة سحبت الفرامل ديالها القوية قدامها. هنا وقتها الام عاد انتبهت البنت ديالها اللي كانت غادي تقطع الطريق من دونها، جات كتجري ومسكت بنتها وحضنتها وعطاتني فلوس وبدات كتشكرني وهي كتبكي. هنا قلت في الداخل ديالي غريبين البشر، ما كيهتموش بداك الشخص حتى يحسوا بالفقدان ديالو. التليفون من قبل لحظات
كان أهم من بنتها. لحظة لقيتها. إيه لقيتها، هذا هو الحل اللغز. أخيرا عرفت الإجابة اللغز. مشيت نجري عند العربي وجبت ورقة وقلم وبديت كنحل في اللغز. ثلاثة رجال خير وثلاثة رجال أشرار، تقاتلوا فانتصر الخير، ثم أتوا ستاً من رجال الشر وقتلوا رجال الخير انتقاما لثلاثة رجال من الشر، ثم أتت ستة كتائب من الخير، في كل كتيبة ثمانية رجال انتقموا من ثلاثة رجال من الخير. ما كانتش الإجابة بالقصة ولا في الخير ولا حتى في الشر. بديت كنكتب الأرقام في الورقة الخارجية، وصلت ستة كتائب مؤلفة من ثمانية رجال، وكررت الرقم ثمانية ستة مرات وطلعت النتيجة كالآتي: ثلاثة ثلاثة ستة، ثلاثة ثمانية ثمانية ثمانية، ثمانية ثمانية ثلاثة. عشرات الأرقام بالضبط كيف ما توقعت، أرقام تليفونات في فرنسا، عشرة أرقام. ودخلت الريستو عند العربي وطلبت منه أنه يعطيني التليفون نعمل مكالمة. صراحة ما بخلش علي وعطاني التليفون. اتصلت على الرقم وهنا: ألو وي بونجور. مرحبا، أنا الشاب الذي أعطيته الورقة لكي أحل ذلك اللغز. لقد حللت اللغز وأتساءل من تكونين. محمد. ها؟ كيف عرفت اسمي؟ من أنت؟ بغيت نتلقى معك في المكان اللي كنت ساكن فيه أول مرة. وكتكلمي باللهجة ديالنا؟ شكونتي؟ أنا كنعرف عليك كل شيء. كيفاش كتعرفي عليا كل شيء؟ كنتسناك في الميعاد والمكان المحدد محمد. ألو ألو ألو. يا ربي شكون هادي؟ يكما هادي جاوها تتبعني بلاصتي وشاح. يا ربي راسي غادي يترس. يا ربي شكون هادي؟ صدماتني، كتعرف عليا كل شيء. ما عطتنيش حتى وقت فين نسولها، ومشيت للاستوديو اللي كنت ساكن فيه القديم وسبلتها في يد الله، ويعلم الله شنو كيستناني تما. يا وراها كانت باينة عندي شوفت الخينة، وها هضره اللي قالوا كاينه. وصلت للاستوديو اللي كنت ساكن فيه، لكن بانت لي الباب محلوله. انا يالله جاي نحط يدي على الباب باش ندفعها الا وخلعتني. ادخل وسد الباب من موراك. انت هنا وتكرفيصه هادي، شوف حالتك كيف ولات. اش دخلك في الحاله ديالي؟ شكون انت؟ ياك ما جابوك في بلاصتي وشاع. ها تكلمي، شكون انتي؟ منين كتعرفي سميتي؟ يعني مدة وانتي حاضيتني ياك؟ قولي شكون انتي؟ تهدن، انا ام الصديق ديالك في السكن. كيفاش؟ ام ابراهيم؟ ولكن عمره ما مشى لعندك ولا جيتي لعنده. البقاء لله، والله يعظم الاجر. كان واحد الانسان اللي طيب، واخا ما كنتش كنعرفو بزاف. الله يصبركم على موته وفراقه. واو صراحة ساذج وذكي. كيفاش؟ مهم خاصك تفهم باللي ابراهيم راه ما ماتش، باقي عايش. ما ماتش؟ ايه ما ماتش. واش مستوعب هادشي اللي كتقوليه؟ كيفاش ما ماتش والشرطه جات عندي هنايا للدار وداروا معايا التحقيق وعلموني باللي توفى في واحد الحادث نتاع السياره؟ ابراهيم باقي عايش وبصحته. انا ما بقيت فاهم حتى شي حاجه، ما بقيت فاهم والو. فهميني شكون نتوما؟ شنو باغين من عندي؟ ولاش انا بالضبط؟ انا غادي نفهمك كل شيء وبالتفاصيل، ولكن خاصك تعطيني عقلك وتكون ذكي، وكل كلمة نقولها لك خاصك تعرف انني بحال راني تنهضر مع ولدي. انا كنتصنت. فهميني، بغيت نفهم كل شيء. هادشي اللي ضاير بيا انا واللي داير كما الكلب متشرد في هاد البلاد الغريبة عليا. ابراهيم انضم لواحد الفريق طبي من اجل التدريب، وكان تابع هاد الفريق لجماعة الموساد. هما اخترعوا واحد العلاج لمرض السيدة، المرض اللي باقي ما تلقاش ليه العلاج حاليا. قولي شنو تشرب؟ فودكا، بيير، ميلونج؟ لا انا ما كنشربش، شربي غير نتيا، انا بعيد على هاد الصوالح. من بعد تولف وتولي تشرب. لا غير تولفي نتيا، كملي انا كنسمع. اخترعوا علاج لمرض السيدة، وهاد العلاج الاعشاب ديالو كتجي من دول عربية، وكيوهموهم بلي هاد الاعشاب لا فائده منها. ولاد الكلاب يختاروا مرض باش يبيعوا داكشي اللي بغا. في عيد الهالوين كان ابراهيم اكتشف الحقيقه ديال هاد الفريق الطبي، وان هاد الفريق خادع لجماعه ماسونيه، وانهم باغيين ينشروا هاد الفيروس السيده في الحرم الجامعي وبين المراهقين. ومن بين الحوايج اللي كياثروا فيهم هو الاعلام، كيقدروا يتحكموا في الاعلام كيف ما بغاو، وانهم باغيين ينشروا هاد الفيروس، ومن بعد يخرج العلاج للسوق باضعاف الثمن. ولكن عرفتي الحظ اللي عندك محمد،
ان خصهم يختاروا الساعة واليوم باش يقتلوك، وخاص الروح ديالك تبقى محررة وخاضعة للقوانين ديالهم باش يقدروا يستفدوا منك كروح، وغادي يحولوا الروح ديالك الروح شريرة عبر السحر الأسود اللي هو سحر في الأصل ديالو سحر يهودي. هاد المدة كاملة وهي كتتكلم أنا بقيت ساكت، كنحاول نعرف شنو ممكن يعملوا فيها. ملي يعرفوني قتلت يوشع دون سابق انذار تكلمت وقالت وكأنها كتقرأ الأفكار ديالي. أنا عارفة فاش كتخمم دابا، أنا غنقولك فاش كتفكر. يوشع ما ماتش لأنه مجرد خادم، وهذوك الطعنات اللي وجهتيها الجسد ساكنة فيه واحد الروح، وهو تعرض للأذى من عربي، زائد أنه توقف من الخدمة ديالو بالسبب ديالك، يعني وليتي مطلوب عندهم ومطلوب بشكل فوري، وفوق هاد الشي القتل ديالك والمصير ديالك حاليا ولا محتوم عندهم. ولاد الكلاب، هاد الشي كامل باش يقتلوني. والله لكانت لهم، فهمت منها أن يوشع ما ماتش لأنه مجرد خادم موقف من العمل لأنه تعرض للأذى من عربي. خالة فاطمة وجاهينار فين كاينة؟ بالنسبة لجاهينار هي مازال محجوزة. كيفاش؟ جاهينار عندهم؟ يعني قاعدك المدة وهي معاهم؟ وأنا داير فراسي باللي هربت خانتني ومشات. شكونت يا فاطمة؟ ما جبتي قاع هاد المعلومات؟ تكلمي. غادي نقول لك شكون أنا. أنا عارفة هاد الأسئلة كلها محيرك، خذ لك شي كاس هكذا تقدر تستأنس بالهضرة ديالي أكثر. وهنا بدون شعور رجعت بها للوراء. شكونتي؟ تكلمي. شكونتي؟ طلق مني أبو عمد، أقول لك كل شيء. شكونتي ولا غادي نظهر كان في يديا؟ ولا غادي نقتلك على يديا؟